نيجي بقى نتكلم على كيدني فيلير. يعني ايه كيدني فيلير؟ يعني الكيدني ستوب فانكشنينج، انها توقف عن وظيفتها، اللي هي ايه؟ اللي هي عملية الفلتريشن وعملية الريابزوربشن، وترجع، وان احنا ما نقدرش نعمل ريابزوربشن ولا نعمل عملية فلتريشن للتوكسيك سبستانس. طب ده يترتب عليه ايه؟ يترتب عليه ان التوكسيك سبستانسز واهمها طبعا اليوريا هيحصل لها اكيوميليشن عندنا في البلد، وبالتالي دي مادة توكسيك هتعمل لي حاجة اسمها يوريميا. يوريميا، تمام. اليوريميا دي معناها ان اليوريا بتبقى موجودة في البلد عندي بكميات كبيرة جدا، ومعناها ان بيفشل عند الكدني انها تعمل لها فلتريشن وتقوم بوظيفتها اللي هي الاكسكريتوري فانكشن اوف ذا كدني. طيب لما يحصل ده يحصل ايه؟ يحصل ان اليوريا تبقى موجوده، ودي حاله توكسيك جدا على فكره، ويحصل كمان ان اذر توكسيك سبستانسز هتبقى موجوده عندنا في البلد، فبالتالي السيلز هيوصل لها توكسيك سبستانس او مش هتطلع اصلا من السيل نفسها، والسيل تموت ويموت الليفنج اورجانيزم. تمام، دي العمليه اللي بنقول عليها الكيدني فيلير. واحنا عارفين دايما ان الكيدني فيلير بيعاني منها ناس كتيره جدا، لان الكيدني unable to function for as an excretory organ. طيب انا كهيومن بينج انا عندي الابيليتي ان انا اقدر اعيش بكيدني واحده. طيب عشان اعيش بكيدني واحده بتقوم الكيدني في الحاله دي بالfunction of the two kidneys at the same time، فعشان كده بيحصل enlargement للكيدني، بتكبر في حجمها وعشان تقدر تقوم بوظيفة التو كيدنيز. لكن انا المصيبة اللي عندي، وبنقول ان الحالة اسمها كيدني فيلير، وبنقول ان الانسان في خطر فظيع عشان حيموت او حيأدي للوفاة، لما بيكون التو كيدنيز failed to work. تمام، عشان كده في الحالة دي بنعمل حاجة من الاثنين، لازم ننقذ المريض، لازم نعمل له filtration للبلد بتاعه artificially، او حاجة تانية بس دي مش عليكم هنا في المنهج، ان احنا نعمل كيدني ترانسبلانت، ان احنا نعمل زراعة كلى ويعيش عيشة كويسة جدا وطبيعية جدا كأي انسان هيلثي. لكن الافيلابل عندكم هنا في المنهج هو عملية الارتفيشل كيدني، او بنقول عليها الارتفيشل كيدني، او بنقول عليها الدياليسيز ماشين. الدياليسيز ماشين، اوكي. طيب الدياليسيز ماشين دي ليها برينسيبلز لازم نفهمها عشان نفهم بتشتغل ازاي. عايزه اقول بس كده نوت كده نبتدي بيهم الاول، نشرح بيهم البروسيس او الميكانيزم نفسها، فبالتالي لما اجي اشرح الموضوع يبقى كلير بالنسبه لك ويبقى سهل. ايه هي اول حاجه؟ انا عايزه افكرك بعمليه الديفيوجن. ايه عمليه الديفيوجن؟ عمليه الديفيوجن ان انا بيكون عندي تو سوليوشنز، والتو سوليوشنز دول بيبقوا different in concentration، يعني واحد بيبقى كتير وواحد بيبقى قليل في الconcentration، وبيبقى بينهم حاجة اسمها partially permeable membrane. partially permeable membrane. فيحصل ايه؟ لما يحصل عندي ان السوليوشن الهايلي كونسنتريتد موجود في سايت، و اللو كونسنتريتد موجود في سايت تاني، يحصل ايه؟ يحصل ان المولكيولز تعدي من الهاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن كده، ده اسمه الديفيوجن. تمام، دي اول نقطه انا عايزاك تفتكرها، متهيألي انتوا خدتوه قبل كده وبالتفصيل الممل. تمام، عندي حاله تانية ان انا لازم عشان يحصل الديفيوجن لازم يحصل او يكون موجود عندي partially permeable membrane. partially permeable membrane عشان يحصل عمليه الديفيوجن. طيب النقطه التانية ان انا عندي substances او wastes محتاجه انها تمشي من البلد وتروح للنيفرونز عشان تطلع بره جسمي عشان اتخلص منها، اللي هي اولها طبعا اليوريا، واول وعندي بعض المينرال سولز وبعض التوكسيك سبستانسز. تمام كده، وحاجات تانية كتير بس دول المين، دول الكومن الاساس عندي. تمام، انا عايزه اتخلص من دول،
ارجع تاني للي احنا قلناه في الفيديو اللي فات، ان انا لما اجي ادي او سبلاي الكيدني وذ بلاد، البلاد بيجي لها بكل حاجه، بالهارمفول واليوسفول سبستانسز. طيب انا بعمل ايه؟ ده رسم توضيحي بس انا هوريك كذا مثال على الرسم عشان الموضوع يبقى واضح جدا. انا باخد الدم في المريض بتاع الكيدني فيليور، وبوصل الـ زي كانيولا كده في مع الارتري. ليه؟ لان الارتري هو اللي جاي شايل ايه؟ شايل التوكسيك سبستانسز وشايل اليوسفول سبستانسز. فبالتالي هنا البلد ده هيكون شايل عندي ايه؟ هيكون شايل عندي جلوكوز، هيكون شايل عندي امينو اسيدز، هيكون شايل كمان بعض الفيتامينز، دي كلها حاجات كويسه جدا، لكن هيكون شايل معاها يوريا، توكسيك سبستانسز، وهيكون شايل ايه؟ بعض المينرال سولز. والمينرال سولز دي انا حسب احتياج الجسم، الاكسس بتاعها او ووتر طبعا، الاكسس بتاعها بنطلعه بره جسمنا لان مش بنعوزه. خلاص خلاص هيمشي الدم معايا هنا. ده على فكره فيري سمبليفايد دايجرام، هشرحه لكم عشان تبقى واضح الفكره بالنسبه لكم حسب اللي موجود في الكتاب عندكم، لكن انا هوريكم امثله تانية والموضوع هيبقى اسهل. فانا بمشي البلد عندي وبيخش هنا عندي في الـ طبعا انا البلد محمل عندي في التيوب دي اللي هي اساسا المفروض انها لما بتدخل عندي في سوليوشن اسمه دياليسيس سوليوشن او دياليسيس فلويد، ده فيري سبيشال سوليوشن. خلاص بيخش هنا، ده بيبقى الممبرين بتاعه سيمي بيرميبل ممبرين او بارشلي بيرميبل ممبرين. ليه؟ عشان اعمل ديفيوجن. ما هو انا اللي بيحصل كده شباب، انا لما بيجي في الجلوميرولس طبيعي جدا في الكدني الطبيعيه بيجي، قلت لكم المره اللي فاتت الجلوميرولس دول كابيلري، وكابيلري ليه؟ لان هم ثين وول، فبالتالي عمليه الديفيوجن تبقى سهله فتطلع السبستانسز تطلع. بس اللي بيحصل ناتشرالي ان انا بيطلع كل السبستانسز موجوده في البومنز كابسل، وبعد كده اعمل ري ابزوربشن في الايه؟ في النفريك تيوبولز. ده ما بيحصلش عندي في الدياليسيس ماشين، انا ما عنديش الخاصيه دي، ما عنديش القدره كانسان ان انا اكون عندي كميه الدقه والابداع اللي ربنا بيعملها في جسم الكائن الحي. تمام تمام. فانا لما باجي هنا على الوول بتاعهم بخليه سيمي بيرميبل ممبرين او بارشلي بيرميبل ممبرين. النقطه هنا والكلو كله في المنطقه دي ايه بقى؟ المفروض ان انا عندي زي ما قلت لكم كل السبستانسز دي ماشيه في التيوب دي. خلاص بس انا هنا مش عايزه كل السبستانسز تعدي، انا عايزه بس التوكسيك سبستانسز والحاجات الويست اللي انا عايزه اتخلص منها. فبالتالي باجي هنا، ده اسمه دياليسيس فلويد. الدياليسيس فلويد ده بيبقى فيه نسبه جلوكوز وامينو اسيد وفيتامينز، كل الحاجات اليوسفل بنسبه تيبيكال او ايكوالز ذا سيم ريشيو ان ذا بلاد. ليه؟ لان احنا لو رجعنا تاني هنا لو الاثنين دول زي بعض مش هيحصل ديفيوجن، مش هتعدي، وانا مش عايزاها تعدي. انا مش باكل وعايشه حياتي ان انا باكل جلوكوز وباكل كربوهيدرات وباكل حاجات تانية وفيتامينز عشان انزلهم في سوليوشن هيترمي في الاخر. تمام كده تمام خلاص. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان هو الدياليسيس ده بيبقى equals to the blood، لكن مع الحاجات التانية بقى اللي هي الwastes بتبقى more than less sorry less wastes less than in the blood. ليه؟ لان انا كده عملت create difference in concentration gradients، خليت في ناحية عالية اللي هي جوه البلط وناحية قليلة جدا اللي هي جوه البلط، وممكن كمان على فكرة ما يبقاش فيه أصلا، ما يبقاش فيه الـ wastes دي. فأنا عملت في difference في concentration، فاللي بيحصل إن اليوريا والتوكسيك substances هتطلع بالديفيوجن خلال السيمي بيرميبل ممبرين دوت، وتعدي وتبقى فين؟ وتبقى في dialysis fluid. طيب بعد وقت وبعد استخدام الدياليسيس فلويد ده لفترة بيحصل ايه؟ بيحصل ان الدياليسيس فلويد بيبقى فيها نسبة عالية دلوقتي من الويستس،
لو فضلت هيحصل اللي احنا مش عايزينه، ان تيجي الحاجه تدخل تاني البلد او ما يحصلش ديفيوجن اصلا من البلد، ويفضل البلد شايل نفس كميه التوكسيك. يبقى انا ما عملتش اي حاجه، انا مجرد ان انا اذيت المريض وعملت له بين وما اديتلوش وما حلتلوش مشكلته، تمام. فايه اللي يحصل؟ اروح انا بقى جايبه الدايلسيس فلويد دوت، تمام، اطلعه، لان انت خلاص مهمتك بقى فيك توكسيك سبستانسز، والتوكسيك سبستانسز دي ممكن توقف لي عمليه الديفيوجن، فطلعك واحله، اعمل ريبليسمنت بواحد تاني نضيف فيه نسبه الويس قليله جدا، وهكذا. وتفضل العمليه دي، يفضل يحصل كده، يمشي البلاد يكمل او هو خلاص حصل له بيوريفيكيشن، ويمشي يمشي يرجع تاني يخش الفين. ليه الفين؟ لان الفين هو اللي هياخد البلاد يوديه فين؟ يوديه للهارت عشان يعمل له ديستريبيوشن او سيركيوليشن لاذر بودي تيشوز. وضحت؟ وضحت. ده مثال تاني او طريقه تانية، ان انا بجيب من الارتري، تمام، بعمل حاجة اسمها بامب للبلد. البامب للبلد دي بتساعدني ان انا اسحب البلد من ايد المريض بسهولة، وبيمشي بيدخل لي هنا، بيدخل هنا. لما يدخل هنا انا دي كلها انابيب surrounded by semi permeable membrane او partially permeable membrane، فيها هنا هاي، جوه هنا هاي ويستس ان كونسنتريشن، وهنا لو ويستس ان كونسنتريشن، فبيطلع الويستس. لكن خلي بالكم اليوسفول سبستانس بتبقى ايكوالز عشان ما يحصلش ديفيوجن تاني. خلاص تروح طالع كده، اوكي، حصل خلاص البيوريفيكيشن، ترجع تاني بدي هنا حاجه اسمها اير ديتكتور. ليه اير ديتكتور يا جماعه؟ لان ممكن وارد جدا انه يدخل بابلز جوه البلاد، فلو البلاد دخل جسمي وفي بابل بيحصل وفاة. عشان اتلاشى ده لازم اشيك عليه في حاجتين، اول حاجة في ان مفيش air bubbles، تمام، تاني حاجة في جهاز المفروض يكون محمل هنا اسمه chamber. الchamber دوت بيقيس درجة الحرارة، لازم البلد وهو راجع لجسمي يكون same body temperature عشان ما يحصلش شوك والمريض يموت، تمام. تمام، في اللحظة دي انا بحقن فريش dialysis fluid وباخد اللي استعمل عشان احاول اخلي دايما اعمل remaining difference في concentration gradients، فبالتالي يحصل عملية diffusion continuously ما توقفش، اوكي. طيب صورة تانية زي ما انتوا شايفين كده. عندي الارتري اخدته، حصل البريشر مونيتور، لان انا بعمل بريشر معين عشان اسمح للبلود allow the blood to pass out، وبعد كده بيجي البامب اهوت ويضغط عليها ويخش لي، بحط انتي كواجولانت في بعض الدياجرامز، انتي كواجولانت. ليه انتي كواجولانت؟ عشان امنع تجلط الدم، كواجوليشن اوف ذا بلود، كواجوليشن اوف ذا بلود، البلود يتحول لسوليد، يبقى مش هيرجع تاني والمريض هيموت، تمام. فعشان اتاكد ان البلود يفضل فلويد ماشي وحافظ على الستريم بتاعته في الـ في الـ في الـ في, الـ في الجهاز اللي عندي دوت، احط له انتي كواجولانت. وبعدين برضو بضغط على البريشر مونيتور، لازم يا جماعه البريشر مونيتور مهم جدا عندي عشان اعمل ريجوليشن للستريم او الفلو بتاع البلد. وهيدخل لي هنا هيحصل برضو نفس الحكايه، تمام، يطلع الويست بس تفضل النيوترينتس موجوده جوه البلد لان الكونسنتريشن جوه وبره تيبيكال. وبعدين تمشي عندي اهو الاير تراب اند ديكتر، دي مهمه جدا، ويرجع تاني للفين. مثال ثالث، انا ليه بوريكوا دياجرامز كتيره؟ عشان ممكن يتلاعب بيها وهو بيجيب لكم الامتحان، بس تبقى الفكره واضحه عندكم. متهيالي ده ما فيهوش اي اختلاف. هنا الهيبرين، بس هو الهيبرين هو الانتي كواجولانت، ماشي. اير تراب، ففي حاجتين لازم تبقوا انتوا فاهمينهم كويس جدا، ان انا لازم اضمن ان مفيش اير. انا بقى في رسمه انا برسمها دايما للطلبه بتوعي على البورد، وانا اسفه جدا ان الرسمه مش ظريفه شويه، بس يعني الى حد ما بتبقى بسيطه. طبعا انا فاشله جدا في رسمه الدراع زي ما انتوا شايفين كده، بس شغال. اللي بيحصل ان انا باخد من الارتري، باخد منه وبعمل بريشر ديتكتور وبعمل بامب ان هو يساعدني ان يحصل فلو للبلد اوتسايد، وبعدين يدخل، تمام، فبيتوزع في انابيب زي ما انتوا شايفين كده، تمام. الانابيب دي حواليها ايه؟ حواليها الدياليسيس فلويد اللي فيه جلوكوز ونيوترينتس ويوسفول سبستانسز ات سيم كونسنتريشن از ذا بلود.
ما عدا بيبقى قليل في الكونسنتريشن اوف ذا ويست، ويبتدي البلاد يفلو يفلو، وبعد ما بيفلو بيحصل ديفيوجن. بدخل هنا دياليسيس فلويد، بدخله عشان يريبليس الدياليسيس فلويد اللي خلاص بقى الكونسنتريشن في التوكسيك سبستانسز عالي. وبعد كده بطلع بقى البلاد، بعمل اير تراب وبعمل تشامبر زي ما قلنا، عشان درجه الحراره مهمه جدا ان انا احافظ على درجه حراره جسم الانسان ثابته. تمام، اتمنى ان تكون الفكره واضحه ويكون الموضوع بالنسبه لكم بقى سهل شويه. طبعا موضوع الدياليسيز ماشين يا جماعه دوت بيبقى صعب جدا وبيبقى فيري بينفول، والبيشنت اللي عنده كيدني فيلير بيقعد سيفرال اورز ا داي فور 2 اور 3 تايمز ا ويك. دلوقتي عندي سؤال، تيست يور سيلف، تشوز ذا كوركت انسر، اول ذا فولوينج ستيتمنتس اجري وذ ذا دياليسيز اكسبت. يبقى كله صح ما عدا حاجه واحده. The membrane that found in the device is semi-permeable. أيوة ده حقيقي. The concentration of urea in the purified liquid is equal to the concentration in the blood during dialysis. طبعا يبقى أنا عملت إيه؟ يبقى ولا حاجة، يبقى دي غلط. بس نقرأ الاثنين اللي بعديها. The concentration of glucose and mineral in the purified liquid، واحنا اتفقنا purified liquid اللي هو used already خلاص، is equal to their concentration in the patient blood. ايوه ده لازم. تمام، the excess mineral and poisonous but through the membrane in the device by diffusion. ما عنديش اي وسيله تانية غير الديفيوجن. يبقى الانسر بتاعتي اللي تشوز بتاعتي هتبقى B. اخر organ عندنا في ال الاكسكريتري اورجان، وانا واحده من الناس ما بعتبرش الليفر اكسكريتري اورجان، انا بشوفه هيلبنج اورجان فور ذا اكسكريشن. يعني هو بيجهز زي بالظبط انت طالب وعندك حفله في المدرسه والمفروض ان انت بتاخد معاك اكل، ماما عملت الاكل، ماما مش طالبه وماما مش مشتركه في الحفله، لكن ماما اللي جهزت الاكل اللي انت هتاخده الحفله. الليفر خلاصة كده، هو في الخلاصة الموضوع كده، ان انا بجهز التوكسيك سبستانس، بتعامل مع الويست وبتعامل مع الدنيا كلها، واخد اللي يفيدني للجسم اخليه على جنب، واللي مش يفيد اخده اوديه على الكدني. فانا موضوع ان انا بس ان انا كنترول. تمام، فانا بعمل عملية كنترولينج. الليفر من الاورجنز المهمة جدا في البادي، ومن الحاجات اللي لو باظت في البادي خلاص البني ادم بيبقى صعب الحياه فيه. تمام، او معاه ليه فانكشنز كتيره جدا جدا جدا، بس الفانكشن ريليتد للاكسكريشن هما تو. اول حاجه الفانكشن بتاعته ريليتد للتوكس ديتوكسيفيكيشن. انا بس عايزه اقول حاجه، ان انت بس كطالب بيولوجي المفروض تبقى انت فاهم ان عمليه دي اللي احنا بنتكلم عليها دي اسمها ريموفينج. انا بشيل، بحورها بقى، اعمل موديفيكيشن، اعمل بريكنج داون، بعمل اي حاجه، المهم ان انا ما بخليهاش على شكلها. اوكي، فبالتالي هنا ديتوكسيفيكيشن، توكسيفيكيشن جايه من التوكسيك سبستانسز. ايه اللي بيحصل؟ انا كهيومن بينج انا طول الوقت على فكره بضر في جسمي، وعماله باخد حاجات كثيره جدا فيري هارمفول. تمام، وان فيري توكسيك. على سبيل المثال البيبسي اللي بنشربه، الاندومي اللي بناكله، الدراجز اللي بناخدها. ولما اقول دراجز ما اقصدش طبعا الدراجز اللي انتوا دماغكم بتروح فيها، لا انا اقصد الميديسنز. تمام، حبايه للصداع، لا حبايه للمغص، لا انا اصل النهارده تعبان هاخد مش عارفه ايه، لا انا كل دي كلها كيميكلز، انت عمال تاخد في كيميكلز. ساعات الجسم بيعرف يتعامل معاها وساعات الجسم ما بيعرفش، but anyways هي في الاول في الاخر هي كيميكلز. الكيميكلز دي very harmful وما ينفعش to stay in your body for long time، لان if it stays in your body in you for long time it hurts your body. تمام، وبتسبب diseases. اهم الديزيزز هي الليفر ديزيز باي ذا واي، يعني هو الاورجان اللي بيتحكم فيهم هو اكتر اورجان بينضر منهم. عندي الالكحول في اوروبا والدول المتقدمه الناس دايما بتشرب الكحول، فالالكحول بالنسبه لهم عادي جدا، لا ده بيحصل بلاوي سودا بالالكحول. كل دي حاجات انا بدخلها جسمي بتبقى حاجات توكسيك، حاجات كيميكال، فلازم الجسم يتخلص منها، يتخلص منها عن طريق الليفر، ان الليفر ياخدها يعمل لها بريكنج داون
انا بحاول ابسط بقدر الامكان عمليه الديتوكسيفيكيشن، تمام؟ فالليفر بيكسرها، بريك داون البويزنس سبستانسز دي اللي جايه لي بالسمول انتستين، يعني انا اكلتها او شربتها فبالتالي هي راحت للسمول انتستين، لو دخلت على التيشوز او السيلز هتعمل لها دامج، عشان اتلاشى دوت يروح الليفر واخدها. ومتهيالي انتوا عارفين الواي بتاع الفود افتر سمول انتستين ازاي بتروح للليفر عن طريق الهيباتيك بورتال فين، تمام كده؟ وبعد كده تطلع من الهبات من الفين بعد سوري بعد من الليفر، بعد ما تطلع من الليفر تروح للهارت بعد ما هو يتعامل معاها. تعال لي بقى انت، تعالوا لي انتوا جايين لي من السمول انتستين، ما تعدوش كده، انت لازم تعدي الاول على المعلم الكبير اللي اسمه الليفر، وبعد كده الليفر يتعامل معاها ويوديها للهارت عشان الهارت توديها مكانها. لو هي يوسفل سبستانسز هتروح للتيشوز عادي، لو هي مش يوسفل ويستس تروح للهارت، الهارت يوديها لمين؟ للكدني اللي هيحصل فيها ايه؟ عمليه الاكسكريشن. اظن الكلام واضح. فانا بعملها بجيبها باخد من السمول انتستين اهي كده، واروح واخده كده من السمول انتستين عن طريق الهيباتيك بورتال فين، تروح للليفر. الليفر بقى يحصل فيه كل البروسيسز اهمها الديتوكسيفيكيشن، تمام؟ وبعد كده يروح واخدها الليفر موديها للهارت. الهارت بقى لو هي كويسه هيوديها للبادي تيشو، لو مش كويسه هيوديها للكدني عشان الكدني تعمل كيتنج ريت اوتسايد ذا بادي. تاني حاجه للليفر، فانكشن اوف ذا ليفر، ودي مهمه جدا، احنا عندنا في الاي جي هو بيحب يلعب عليها جدا، يعني من الحاجات اللي فعلا بيحبها، تمام؟ اللي هي ايه؟ اللي هي دي امينيشن. دي امينيشن ايه بقى؟ دي امينيشن دي انا عندي وضحت لكم قبل كده في وقلت لطلبة اولى ثانوي، وقلت لكم برضو في الفيديوهات اللي قبل كده، ان انا عندي لما باكل كربوهيدرات can be stored inside my body، بتتخزن في الليفر وشويه منهم بيتخزنوا في الماسلز. الفات باخده بستعمله والاكسس بيتخزن في جسمي، تمام؟ سواء around the organ او under the skin في صورة adipose tissue. لكن البروتين الحاجة الوحيدة اللي cannot be stored in your body، البروتين صعب جدا ان هو يتخزن في جسمي. انا باكل البروتين عشان يروح للسيلز تستغله according to their needs، لكن الاكسس of protein يرجع لمين؟ يرجع للليفر، يرجع للليفر. فالبروتين في الليفر broken down، تمام، into amino acids، او مش هنقول بقى البروتين، خلينا نقول amino acids اساسا في الليفر. في الليفر بقى الليفر بيتعامل معاها، بيتعامل معاها ازاي؟ بيكسر الامينو acids، amino acids into two parts، part اسمه carbohydrate part والجزء nitrogen containing part، ده carbohydrate. طب انا شوفوا بقى سبحان الله والحكمة بتاعت ربنا، هو الامينو اسيد عباره عن كربوهيدرات ونيتروجين. الكربوهيدرات ارميها ليه؟ ما انا خلاص مش عايز الامينو اسيد، بس انا عايز الكربوهيدرات اللي فيها، فاخد الكربوهيدرات دوت واستغله سورس اوف انرجي، خلاص تمام. لكن النيتروجين كونتينينج بارت بقى ده بيبقى اسمه يوريا. اليوريا يا جماعه ما ينفعش تستاي انسايد اور بودي، فتروح ليه؟ خلي بالكم، تروح من الليفر ثرو الهيباتيك فين لي الفينا كافا، والفينا كافا تاخدها للهارت، والهارت ياخدها للاورطه. طبعا انتوا عارفين السيركيليشن بتاعتنا دي، انا مش عايز اخش في ديتيلز. الاورطه يوديها للرينال ارتري، ونبتدي القصه بتاعتنا بتاعت الفلتريشن وعمليه الايه الاكسكريشن اوف ذا يوريا. طبعا يوريا والتوكسيك سبستانسز كلها بتاخد نفس الواي اوف ذا يوريا.
وضحت، اتمنى انها تكون وضحت. فبالتالي الليفر بالنسبه لي انا كدكتوره ندى، الليفر عندي هيلبنج اورجن فور اكسكريشن، بس هو اساسي ومن مين اورجنز اللي موجودين في اور بودي. تمام. هنا تست يور سيلف بيقول، سؤال عندي بيقول you have two meals, the first one boiled meat, bread, vegetables. طيب ده بروتين وده كربوهيدراتس وده فايبرز، ما انا فايبرز وفيتامينز. تمام. ماكروني كربوهيدراتس، فيجيتابلز فايبرز وفيتامينز، الاثنين دولت فايبرز وفيتامينز. ريكومند ذا بيست ميل فور ذا بيشنت with kidney failure and explain your answer. طيب يا شباب انا عندي هنا في ايه، الكربوهيدرات موجوده هنا وهنا، والفايبرز والفيتامينز موجودين هنا وهنا، لكن الاختلاف مين في البويلد ميت. انت كطالب بيولوجي تانية ثانوي اخذت الاكسكريشن واخذت عمليه الكيدني فيلير، واحد عنده كيدني فيلير تنصح ان هو ياكل بروتين؟ لا طبعا. يبقى الريكومندد هي سكند وان. ليه؟ لان هنبتدي نقول the first one contain protein source which digested into amino acid and can be treated in liver to produce urea causing uremia. اليوريميا دي اللي هي توكسيستي، خلاص الانسان هيموت. causing uremia. تمام. ممكن تقولها باي وسيله تانية، تشرح زي ما انت عايز. use your own words. انا مش بكتب اجابات يا جماعه عشان تحفظوها، انا مش عايزاكم تحفظوا، انا بحاول ارتجل معاكم ازاي نكتب طريقه السؤال. احنا اولا واخيرا لغايه دلوقتي ما عندناش theoretical questions وما عندناش miscellaneous questions في الامتحان، but at least لازم نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه. في نهايه الفيديو انا جات لي فكره ان انا احاول ان نساعد بعضنا شويه وان انا احاول اشوف طريقه ان احنا نحاول نفهم احنا فهمنا ولا لا، احنا عرفنا نتعامل مع الاسئله الغريبه ولا لا، لان الى الان no one can detect the kind of question or the type of questions. يعني مش عارفين هو يعني ايه طريقه الاسئله اللي ممكن يجيبها لنا او نتوقعها. جبت سؤال من اسئله الاي جي مش بعيد خالص عن اللي احنا شرحناه خالص خالص، انا بستبعد الاسئله اللي ما فيهاش الكونسبت اللي احنا شرحناه. تمام. و هقراه بس قدامكم وهستنى اجاباتكم يا جماعه. يا ريت لما تجاوبوا تبعتوه لي في الكومنتس، ده هيسعدني جدا بالتفاعل بتاعكم واشوف الاجابات، واللي مش عارف اجابه يبعت لي برده ويقول لي وانا احلها معاه. ده سؤال كان جاي في الاي جي بيبر 2، دي اوراق عندنا كده يعني، لان عندنا امتحان البيولوجي بيبقى كذا ورقه. تمام كده. سنة 2008 في سيشن مي. تمام كده. طيب السؤال بيقول the diagram below show the urinary system and its blood supply. اهو عندي الدياجرام وفي الاخر طبعا الدياجرام very easy very clear. تمام. وقال لك name the structures x y and z. تمام. مستنياكم الاجابة بتاعته. بارت بي بتاع الكواتشن الى حد ما لافف شوية، بس اللي فهم الشرح بتاعنا هو اللي هيعرف يجاوبه، ومستنيه الاجابات. The table shows the relative quantities of several substances in the blood in the renal artery and renal vein. Renal artery and renal vein. عندي glucose, oxygen, sodium salts, urea and water. Explain what is happening in the kidney to bring about three of the differences between the blood in the renal artery and renal vein shown in the table. يعني انت عندك differences بين هنا وهنا، انا عايزك تشرح لي تقول لي باختصار جدا يعني بكل بار من التيبل دوت، ممكن تقول لي كلمه او كلمتين وتقول لي ليه الديفرنس ده، ليه هي هنا كانت 10 بقت 9.7، ليه كانت هنا 100 بقت 35، وهكذا.
اوكي، مستنيه اجاباتكم، واتمنى ان يكون الفيديو كان مثمر الى حد ما. Thanks for watching.